عزنا محمد مجرد. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركته نستعين. متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة. أرحب بحضراتكم، أجمل تحية وأطيب ترحيب من هنا من مهرجان سيدي خادم الحرمين الشريفين لسباقات الهجن، مع هذه الانطلاقات وهذه التحديات، مع هذه الاندفاعات والمنافسات. سن الحقائق وأول أيام هذا المهرجان، أول أيام هذا الكرنفال، 4 كيلومترات هي المسافة الحاضرة. مع هذه التحديات ومع هذه المنافسات انطلقت هذه الأسماء واندفعت الشعارات لتزين أرضية الميدان بانطلاقتها وباندفاعتها، باحثة عن النوماس وباحثة عن الانتصار. تسير في ثالث أشواطنا في هذا الصباح. تقدم بالبداية لأتابع الصدارة والمركز الأول، مع الذيبة من تسيطر على المركز الأول وتنطلق بشعار محمد بن سالم بن محمد. الف هيد المري على الصدارة الأولى ينطلق ليقدم لنا شعاره، بينما المركز الثاني تشاهد وتتابع انطلاقة وتقدم نبا بشعار حمد بن محمد بن حمد. الف هيد المري يقدم لنا نبا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث حضور وتقدم وانطلاق وعد بشعار راشد بن جابر بن سعد آل مرسان الهاجري، يقدم لنا شعاره وانطلاقة شعاره على المركز الثالث. وكذلك الأسماء التي تحضر وتنطلق تنضم في هذه المنافسة. هنا انطلاقة متابعين الكرام، ظن بشعار فهد بن خيران بن بيشانا الرزق العجمي يقدم لنا شعاره، ولكن المتسللة والمتجاوزة من عمق الميدان من انطلقت في هذه اللحظات وتقدمت متابعينا الكرام، انطلقت سيوف محمد بن بريك بن محمد المري القادمة من ميدان الشحانية، القادمة من دولة قطر الشقيقة، من أجل المشاركة، من أجل المنافسة هنا في مهرجان خادم الحرمين الشريفين. هكذا متابعينا الكرام، يا من تتابعون عبر القنوات الناقلة المراكز المتقدمة الخمس، لنا عودة بعد ذلك إلى مقدمة الشوط، لنا عودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول ومن تسيطر مع التحدي الأول. هنا نبا على الصدارة الأولى تنطلق مع المركز الأول بانطلاقة شعارك. هنا حمد بن محمد بن حمد آلف هيد المري من يقدم لنا نبا، بينما المركز الثاني حضروا الأشقاء وانطلقوا بانطلاقة شعارك يا بن بريك. من يتقدم مع المركز الثاني يقدم لنا انطلاقة شعاره وحضور شعاره على المركز الثاني. متابعينا الكرام، التقدم والانطلاق هنا من مبخوت بن سالم بن محمد الجربوع المري، يقدم لنا شعاره على المركز الثاني، بينما المركز الثالث متابعينا الكرام ايضا الوصول من القاضية جابر بن علي بن سعيد الجربوع المري على المركز الثاني ينطلق ويتقدم، وثالثا الحضور والانطلاق الانضمام والتقدم المركز الرابع مع شديدة في أمتار الشدة وفي لحظات الشدة يتقدم مسفر بن محمد بن مسفر آلف طيح اليامي، وكذلك الحضور والانطلاق والاندفاع والتقدم هنا متابعين الكرام من حضور بشعارك يا بن حارب المهيري وصل، وكذلك بن جبران قادما بشعاره من اختطف الشوط الرئيسي للقعدان، يقدم لنا انطلاقة واندفاعت. هنا جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري يقدم لنا عسيله، ولكن العودة إلى المقدمة، العودة للصدارة للمركز الأول مع
أجواء الكيلومتر الأخير يا مضمرين، الكيلومتر الأخير يا متابعين. الصدارة والمركز الأول هناك تسير وتنطلق حضور بهذا الحضور المميز، بهذا الحضور الكبير. يتقدم مبخوت بن سالم بن محمد الجربوع المري، ولكن انطلقت الأسماء وتحركت الشعارات، انضمت الباسلة وانطلق رفيع بن سميحان بن حمدان الشمري يقدم لنا الباسلة، وكذلك حضور بشعارك يا المهيري، وكذلك المنطلقة مع المركز الثالث المندفعة هناك عبد الله بن نافل الشمري، ولكن العودة إلى الباسلة، العودة إلى أبناء المملكة، العودة إلى رفيع بهذا المستوى الرفيع. ينطلق بن سميحان مع بر الأمان مع الانتصار، ينطلقون أبناء المحنة مع المركزين الأول والثاني، أبناء حايل مع الفوز، عبد الله بن لافي مع الأمتار الأخيرة، ورفع مع الباسلة. ولكن خواطر يا بن حبيب يا الشمري، أقرب حبيب مع الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت الباسلة بشعار رفيع بن سميحان الشمري، وثالثا وصلت الشاهينية بشعار مانع بن فرج بن مانع الرزق. المركز الرابع وصلت متابعين الكرام حضور بشعار عبد الله بن خالد بن حارب المهيري. والمركز الرابع أو الخامس وصلت مع المركز الخامس حاضرين بشعار ناجي بن مسفر بن صالح الرزق العجمي. نتابع وإياكم مشاهدينا الأعزاء لحظات الفوز ولحظات الانتصار مع خواطر المملوكة العبد الله بن نافل بن حبيب الحسيني الشمري، من أهدى السلام إلى أبناء ميدان المحنة هناك بحايل توقيته الزمني. متابعينا الكرام 6 دقائق وبدون ثواني و92 جزء من الثانية، بينما المركز الثاني حلت الباسلة بشعار رفيع بن سميحان بن حمدان الشمري. 6 دقائق ثانية وحيدة، 41 جزء من الثانية. ثالثا متابعينا الكرام كان مع الشاهينية بشعار مانع بن فرج بن مانع آل رزق توقيته الزمني. 6 دقائق و3 ثواني و9 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين.